أهلا بحضراتكم في هذه التغطية. الهدنة بين حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي دخلت اليوم الثالث، وتم تسليم دفعة جديدة من الأسر. ده شيء مبشر، وكمان يعني أفادت وسائل إعلام أجنبية أنه حركة حماس وافقت على مد الهدنة بعد الأربع أيام القادمة. كمان في تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن بتأكيد هذا الكلام. بينضم إلينا الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، لتحليل أكثر عن هذا الأمر. أهلا بك يا دكتور معانا على تلفزيون اليوم السابع. أهلا بحضرتك. يعني في البداية، كيف ترى الأوضاع في غزة في اليوم الثالث من الهدنة؟ بداية النزل الاستعداد والرحمة لأبناء شعبنا الفلسطيني، والتحية لهم جميعا لهذا الصمود الأسطوري الكبير الذي شاهدناه في غزة وفي الضفة وفي جنين ونابلس وكل أرجاء الوطن وفي القدس المحتلة. وتحية لكم على هذه التغطية وهذا الاهتمام بالدور والقضية الفلسطينية بالدرجة الأولى. الحقيقة أن المستجدات على الأرض مهمة. هناك حالة التزام من الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين. بالمقابل المقاومة الفلسطينية يعني تلتزم وبشكل طبيعي تقوم بعملية يعني ترتيبات أمنية مشددة جدا للإفراج عن الدفعة. وشاهدنا اليوم عملية جديدة أنه الفرق على أن يكون الإفراج من داخل شمال غزة، وهي تعني أن المقاومة الفلسطينية موجودة في قلب غزة المدينة التي تعرضت إلى هجوم يعني شرس وعنيف جدا خلال الأسابيع الماضية، وهذا يدلل أن المقاومة ما زالت موجودة على الأرض ولم يتم القضاء عليها كما حاول الاحتلال تصوير. يعني تكملة لكلام حضرتك، النهاردة احنا شفنا أفراد يعني من كتائب القسام وهي بتسلم الأسرى الإسرائيليين، كان الكلام ده كان في قلب غزة. يعني نعم. ده بينسف ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي انه احتل مدينة غزة بشكل كامل او احتل جزء كبير من الشمال. ما شفنا انه كمان كان قدرة المقاومة على التمويه والانتشار والتواجد في الاراضي غزة وشمال غزة يعني واضح تماما، وهي رسالة بان يعني المقاومة موجودة في غزة. هذه حقيقة لا يستطيع الاحتلال انكارها. على مستوى الوضع السياسي، نعم هناك آمال كبيرة لتمديد هذه الهدنة أو وقف إطلاق النار أسميه، لأنه في العرف أو في المعنى الحقيقي هو وقف لإطلاق النار بشكل مؤقت، ونتمنى أن يتم تمديده لتنفيذ ليس بنود الهدنة فقط وإنما للتخفيف من الأزمات التي تجري. لكن التمديد لا يمكن أن يظل هكذا كل أيام نقوم بالتمديد دون أن نجد حلا شاملا للقضية الفلسطينية، ونبدأ بشكل نهائي بحل جذري وشامل لهذا الاحتلال وهذا العدوان على الشعب الفلسطيني، بضرورة أن يكون حلا سياسيا عادلا استنادا إلى حل الدولتين، وبالتالي سحب الاحتلال من كل الأراضي المحتلة عام 67 المقصود فيها غزة بكل مدنها والضفة بكل مدنها والقدس الشرقية المحتلة بكل يعني حدودها وكل مناطقها. يا دكتور، هل في شروط معينة للتمديد؟ يعني لو تكلمنا على أنه آخر يوم في الأربع أيام مثلا هيتم الإعلان عن تمديد الهدنة، هل في شروط معينة في الاتفاق المسبق أنه هيتم التمديد لأيام بعينها، هيحصل تبادل أسرى، عددهم، كل التفاصيل دي؟ بالتأكيد هيكون هناك أكيد شروط جديدة، لا أعرف ما هي الشروط، ولكن بالتأكيد سيكون هناك شروط جديدة، إلا إذا كان الاحتلال لا يريد أن يمدد، لأن الاحتلال في حال ضغط خلق. يعني الاحتلال الإسرائيلي لديه مشكلة كبيرة، وهناك أزمة وحرب داخلية حصلت داخل الحكومة الاحتلال والكنيسة الاحتلال الإسرائيلي أو برلمان الاحتلال. يعني بدأ هناك شتائم على بعض، وزير الأمن الداخلي للاحتلال وهو أسوأ من عرفت البشرية من شخصية هو إيتمار بن غفير، وهو شخص ليس متطرف في حزب وأنه مختل عقليا، وبالتالي هو فاز بالانتخابات لأنه متطرف بالأساس ومستوطن، وهو كان مجرم بالمناسبة ما تقل لدى الاحتلال قبل ذلك، يعني سجين عند الاحتلال على قضايا جنائية،
ومتطرف جدا، لذلك هو كان يرفض الصفقة بالأمس وكان يطالب بإعدامهم. يعني كان في الكنيسة له في الكنيسة يقول بشكل صريح أننا نريد إعدام الأسرة بدل من الإفراج عنهم، ويعني نطالب بسن قانون بإعدام الأسرة. ويعني حصل هجوم عنيف عليه من بعض الوزراء الآخرين والأعضاء الكنيسة الآخرين، وبالتالي يعني انتهى الأمر إلى أن يتم تمديد هذه الصفقة. لذلك عملية التمديد ليست بالسهولة أن توافق حكومة الاحتلال على تمديد بشكل آخر، طالما أنها ما زالت تتوجع من ضربات المقاومة ومن الصمود الأسطوري الذي حققته على الأرض. يا دكتور، إحنا سمعنا شهادات لعدد كبير من الأسرى الفلسطينيين اللي تم الإفراج عنهم، يعني كتير منهم بيتكلموا على مشاكل جوه سجون الاحتلال، البعض اتكلم على تعذيب حق، يعني كمان كنت أسير سابق. يعني حابب حضرتك تحكي لي القصة دي بشكل مستفيض. يعني الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 68 هذه اللحظة يعني يقوم باعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني. الاحتلال الإسرائيلي لم تكن سجونه منذ اللحظة الأولى للاحتلال حتى هذه اللحظة. وصل عدد الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى ما يقام بالمليون، يعني مر من سجون الاحتلال حوالي مليون شاب من أبناء وأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني. ظل الاحتلال يواصل الاعتقال يقوم بالأحكام العالية والتعذيب والقهر والضغط على الشعب الفلسطيني. حتى عام 82، يعني قبل ذلك جرت في عام 1970 أول عملية تبادل في تاريخ الثورة الفلسطينية، وتم الإفراج عن أول أسير للثورة الفلسطينية وهو محمود بكر حجازي الذي أسر في معركة عيلبون في عام 65 مع ياسر عرفات وهو رفيق دربه، ثم تم الإفراج عنه. وبعد ذلك بدأت عمليات الإفراج التبادل الأسرى الذي يجري كل فترة أخرى. وعدد الأسرى كام يا دكتور؟ عدد الأسرى الفلسطينيين داخل حالياً العدد الحالي 6500 أسير قبل 7 أكتوبر. يعني يوم 7 أكتوبر كان هناك 6500 أسير. الاحتلال الإسرائيلي يعني اعتقل منهم، كان هناك 400 أسير فلسطيني أطفال، منهم 400 طفل، لكن جزء منهم كبر. يعني حرام، في كان ناس عمره 13 سنة و14 سنة معروفين أطفال. هل كلهم تم الحكم عليهم بأحكام قضائية ولا البعض بتنسب لهم تهم أخرى أو لسه لم يتم الحكم عليهم؟ هناك من تلقى عليهم أحكام قضائية بشكل عنيف وتعسفي، ويلقى يعني يتهمونهم باتهامات باطلة. يعني تخيل أن طفل مدرسة، ولد خرج من مدرسته وذاهب باتجاه المنزل، يتم إلقاء القبض عليه وضربه، وبعد ما يتم ضربه يلقى على الأرض إلى جانبه يعني سكين أو يعني موس صغير كده، يقول أنه كان يريد أن يقتل جندي ويعتدي عليه، ويتم حبسه واتهامه بتهم باطلة. وبعد ذلك أيضا يتم اللي هو الذهاب إلى المنازل واعتقال الأطفال بتهمة أنهم كانوا يلقون حجارة وغير ذلك، ويتهمون باتهامات باطلة وهم أطفال، هذا ذاهب لمدرسته، هذا ذاهب للسجن. الاحتلال الإسرائيلي لم يتوانى عند استخدام كل أساليب القمع والتنكيل بالشعب الفلسطيني، فكروا أن يقوم بثني الشعب الفلسطيني. هناك حاليا حتى هذه اللحظة 75 امرأة فلسطينية، أنا لا أعرف العدد الذي زاد أو قل فيما بعد، لكن حقيقة بعد 7 أكتوبر تم اعتقال ما يعادل 2000 أسير وربما أكثر. بالأمس كان هناك العشرات يتم اعتقالهم. أيضا كان هناك هجوم على مناطق في جنين. لذلك موضوع الأسرى موضوع شائك ومعقد وصعب جدا. الثورة الفلسطينية على مدار يعني منذ 65 حتى الآن، منذ عام 1965 والقيادة الفلسطينية والثورة الفلسطينية وكل حركات الفصائل الفلسطينية كانت تهدف من عملياتها البطولية والتنفيذ العمليات النوعية وأسر جنود للاحتلال الإسرائيلي، كانت تهدف دائما إلى الإفراج عن أسرى فلسطينيين داخل المعتقلات الإسرائيلية. طيب دكتور، كان في مخاوف، يعني بعتذر لحضرتك، هناك مخاوف من الأسرى اللي تم الإفراج عنهم أنه يتم أسرهم مرة أخرى، هل ده وارد في السجلات الاحتلال؟ وارد في صفقة شليط عام 2012 تم الإفراج عن 2011 تم الإفراج عن حوالي 1000 أسير فلسطيني بمتابعة وبوساطة مصرية بشكل مباشر مقابل جندي إسرائيلي اسمه شليط.
وهي قصة معروفة. بعد الإفراج عن 1000 أسير تم اعتقال 70 منهم في داخل الضفة الغربية، وحتى الآن يقضون في السجون لإعادة اعتقالهم. ولذلك يعني يجب أن يكون هناك ضمانات والضغط من قبل مصر، وضمانات أمريكية ومصرية ودولية تضمن يعني تضغط على الاحتلال، وتعهد رسمي من الاحتلال بعدم إعادة اعتقال أي أسير فلسطيني أو حتى وقف عمليات الاعتقال. يعني حضرتك شايف دور مصر إزاي في القصة دي؟ هناك أيضا أود أن أقول هناك أكثر من 2000 أسير ليس لديهم تهم، هذا بخلاف الذين يتم إلصاق التهم عليهم. هناك حوالي 2000 أسير من النساء والأطفال والرجال والأشخاص العاديين يتم اعتقالهم بدون سبب، ويتم وضعهم في المعتقل بتهمة بسموه اعتقال إداري احترازي، يعني بلا أي تهمة، يظل مرمي في السجون من 6 شهور إلى 12 شهر إلى 2 3 5، ويعني يجلس في المعتقل سنوات بدون أي تهمة ولا محاكمة. طيب ولذلك نتمنى أن يكون هناك حلا لمسألة الأسرى مقابل عمليات تبادل تكون حازمة وتنهي وتقوم بإنهاء وإغلاق كل السجون الاحتلال الإسرائيلي دون قيد أو شيء. طيب يا دكتور، أخيرا أنا حابب أعرف رأي حضرتك في دور مصر في سير هذه الهدنة، الهدنة اللي تمت يعني بوساطة مصرية قطرية أمريكية. حضرتك شايف دور مصر إزاي حتى من بداية الأزمة، من بداية سنة؟ مصر دورها إيجابي ومهم ومميز، ولا يمكن أن يتم التخلي عنه. مصر هي الحاضنة الكبيرة للقضية الفلسطينية والحاضنة الأساسية للقضية الفلسطينية، لا يمكن أن يكون دورها غير ذلك، وهي بالأساس يعني هي الشريك للشعب الفلسطيني، نحن نعتبرها شريكنا وليست فقط ظهير استراتيجي أو الشقيقة الكبرى كما يتم تصويرها في الإعلام، ولكن هي أيضا إلى جانب أنها الشقيقة الكبرى والراعية والداعمة للشعب الفلسطيني، هي أيضا شريك الشعب الفلسطيني في النضال. اختلط الدم الفلسطيني بالدم المصري في الكثير من الأوقات والمعارك، شاركتنا مصر النضال في كل المستويات السياسية والمحافل الدولية، وفي أيضا في الميدان في المعارك في عام 48 وفيما بعد في عام 67، وكل ذلك كان واضحا في المعارك وفي المشاركة في النضال في حرب الاستنزاف. كان هناك الكثير من المواقف السياسية والعسكرية والأمنية، وحتى هذه اللحظة المواقف الإنسانية لا يمكن أن ينساها الشعب الفلسطيني. الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على تواجدك معنا على تلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا. مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا لحضرتك.